يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه، واليوم في فيديو تعليقاتكم راح نقرا تعليقاتكم حول مسلسل فايكنج. الحلقة الماضية في مسلسل 100، اول شيء اشكركم على التفاعل، تفاعل جدا جميل، بس في ناس كثير قاموا يلوموني انا ويتهموني انه انا قاعد انتقد المسلسل. انا ما تابعت المسلسل يا جماعة، انا جالس اقرا تعليقاتكم، تعليقات المتابعين، الناس اللي شافوا المسلسل. ما قريت تعليق من عندي، انا ما تابعت الا اول حلقة وما كملتها، ما هو لسبب ولكن لاني اجلتها لوقت اخر. فيا عشان ما يطول الفيديو خلونا نبدا في تعليقاتكم حول مسلسل فايكنج. تعليقاتكم انتم مش تعليقاتي انا، اوكي بتعليقي بيعطيكم اياه في اخر الفيديو. التعليق الاول يقول: والله يا وجيه مسلسل عظيم، ولو بوصف لك احتاج ورقه وقلم وعشر صفحات. صحيح ما يخلو من العيوب، لكن اوعدك انه يستحق المتابعه. يا سلام، تعليق منطقي. اللي بعد يقول: يا رجل فيه حوارات ومشاهد ومعارك عظيمه مقشعره للابدان، إضافة إلى ذلك المعارك والشخصيات الأسطورية اللي فيه تخليك تقوم من مكانك وتتحمس معاهم، وشكرا لك على حسن القراءة، كان معك شخص مطبل للفايكنج. يا أهلا وسهلا. اللي بعده يقول: مسلسل عادي ما في شيء يميزه غير أداء ترافيس العظيم، شوف لين الموسم الرابع واسحب عليه. ليه؟ إيش فيه بعد الرابع يعني؟ اللي بعده يقول: مسلسل ممتاز، تابعت أول 4 مواسم والخامس سحبت عليه. أفضل شيء هو التمثيل، التمثيل في المسلسل خرافي، شخصية راغنر من أفضل الشخصيات، لكن كتابة المسلسل ليست بتلك القوة. وأول موسم من المسلسل عادي، لكن مع مرور المواسم يتحسن. فايكنج مسلسل حلو ممتع، ولكن ما يتقارن في المسلسلات العظيمة مثل Game of Thrones. ليش تقحموا Game of Thrones دائما في المسلسلات؟ يا أخويا Game of Thrones مسلسل ولا وانتهى وخلص، ترى خلاص Game of Thrones. ليش نقعد نقحمه في كل شيء؟ ترى انت اذا بتجلس تقارن اي مسلسل تتابعه بجيم اوف ثرونز او بريكنج باد، اي مسلسل تقارن مسلسلات ببعض، انت هنا خسرت جزء كبير من المتعه، لانك طول المسلسل جالس تقول ها هل بيطلع افضل من المسلسل اللي في بالي ولا لا، وتتفاجئ ان المسلسل راح وانت جالس تقارن. لا يا اخي، خلاص كل مسلسل له قيمته وله متعته الخاصه، عيش استمتع يا صاحبي. فل اللي بعد يقول: المسلسل كان اسطوري للموسم الرابع. ثاني واحد يجيب طاري الموسم الرابع. الموسم الخامس بصعوبة اقول انه منيح، والسادس تابعت اول حلقة وعملت عليها اكس، والسلام على من اتبع الهدى. واضح يا اخوان انه اول 4 مواسم قوية، ماني عارف، في اكثر من تعليق يتكلم عن انه 4 مواسم الاولى هي الكويسة، بعد كذا ما ادري ايش صار في المسلسل. اللي بعد يقول: مسلسل عجيب، يتكلم عن شخصية راغنر لوثبروك المزارع الذي اصبح من اعظم المحاربين. المسلسل كان ماشي في طريق صحيح الى ما تدهور في اخر موسمين وكرهوه الناس. اوكي. اللي بعد يقول: المسلسل كان جميل في البداية اول 4 مواسم، بعدين قل المستوى في الموسم الخامس لان سووا الحلقات طويلة 20 حلقة، وبدوا يحلبونه اكثر واكثر. فاذا تحب عن اساطير الفايكنج روح شوف ذا لاست كينجدوم او فينلاند ساغا. بس لو بنتكلم عن حضارة الفايكنج، ترى في اعمال كثيرة طرحت حضارة الفايكنج، مو بس مسلسلات برضو افلام. ولكن للامانة ذا لاست كينجدوم ما تابعته، تابعت جزء بسيط من الحلقة الاولى بس على اساس باخذ فكرة، فلاحظت انه اجواءه شبيهة باجواء فايكنجز، يعني ما حسيت انه في شيء مختلف غير الشخصيات، ولكن ممكن اكمله بعدين. اما بالنسبه لفيلن ساغا، جود تشويس مان. اللي بعده: من افضل المسلسلات اللي شفتها اجبابيات، كل شيء اجبابيات يعني ايجابيات يا اخوان، كل شيء في المواسم الاربعه الاولى. ها ايش قصتكم مع المواسم الاربعه الاولى يا جماعه؟ سلبيات الموسم الخامس بكل ما للاسف نفس الكلام على النصف الاول. نصيحه: شوف اول 4 مواسم ثم خلاص وقف. اخي شوفوا، لاحظوا الكلام كله عن ال4 مواسم، انا ماني عارف ايش اللي صار صراحه، او انا عارف بس مسوي اهبل. ايا كان. اللي بعد يقول: اول 4 مواسم كانت عظيمه، وشخصيه راغنر كانت من اعظم الشخصيات، لكن من بعد الرابع بدا التمطيط وصار المسلسل كله حوارات ما لها داعي وحلقات ممله. عن نفسي سحبت عليه بعد ما خلصت الخامس، ولاحظت انهم ناويين يمططون. اخونا في الله يقول لكم مثل اغلب التعليقات الماضيه: مسلسل تابعوا لنا الموسم الرابع، حاول يتابع الموسم الخامس، لكن حس انه ايش ما عادوا المسلسل الذي عهده. اللي بعد يقول: المسلسل عظيم بشكل مو طبيعي لين الجزء الرابع، بعدها خلاص الخامس صار سامج، فانا انصح توقف عند الرابع اذا تبي تكمل الخامس براحتك، حنك صاحبي. اوكي. طيب ماني عارف هل ناخذ تعليقات اكثر ولا خلاص، اتوقع ناخذ تعليقات اكثر. اللي بعد يقول: مسلسل جميل لعشاق المعارك والتاريخ، الموسم 2 3 4 5 6 ما كان بذاك القوه، لكن المواسم الى الاول اسطوريات. والله يا سفير المحبه ما ادري كيف اقرا تعليقك،
والتطبيق هذا اصلا يجيب المرض، لكن ايش يعني تقريبا اخذنا فكره عن اللي بتقوله. اللي بعد يقول مسلسل فايكينج اظهر لنا حقبتهم وكيف كانت، وقدم تجربه رائعه جدا لعصرهم. تصاعد في الاحداث وريتم ما ينمل منه ابدا رغم هبوط المستوى في اخر موسمين، ولكن مواسمه الاربعه الاولى لن تتكرر، وشخصياته تثير اهتمامك اكثر وتعلقك فيه. وشخصيه راغنر لودبروك لحالها سبب لمشاهدتك المسلسل، انا والكثير نعتبره افضل شخصيه شفناها. نكمل يا اخوان نكمل. الكل يتكلم عن اربع مواسم، كلموني عن المواسم الاخيره تكفون. اللي بعد يقول مسلسل بدايته جميله الى الموسم الثالث، كلام جديد، كان جيد. الرابع كان اسطوري لدرجه انه كان ممكن يقارن بجيم اوف ثرونز. الخامس والسادس جاء دروب العظيم والاسباب واضحه جدا. بالمختصر اذا انت انسان فاضي وما عندك شيء تابعه، لكن لا يكون اول خيار لك وشكرا. تكون تعليق مثير للاهتمام. اللي بعد يقول رب المسلسل يفوز، بالنسبه لي اشوفه احسن من الثرونز. اللي بعد يقول فايكينج كان يتكلم تطور شخصيات رجناج، وكان عظيم وسبب التمثيل المحنك لشخصية رجناج، ولكن بعد تغيير هيكل المسلسل بالكلام صار يتكلم عن حرب خلافة، يعني شيء ذكي ما شاء. بارني ديناصور، والله يا بارني يبغالك ترجع المدرسة وتدرس إملاء، أرجوك أترجاك. ما تقدر تروح المدرسة الحين، خش يوتيوب اكتب مادة الإملاء للصف الرابع، ماني عارف تصرف، بس كذا غلط. اللي بعد يقول فايكينجز مسلسل الكثير يقارنونه بجيم اوف ثرونز من قوته، وكثير ما عجبهم لدرجة ما كملوا الموسم الأول. لذلك أعطيك نصيحتي، إذا ناوي تتابعه أو بالأصح بتتابعه علشان شخص واحد اللي هو راغنر أو ترافيس، تمثيله الإبداعي والأسطوري ودوره في المسلسل هو اللي رفع المسلسل كامل، وتجسيده للشخصية شيء ثاني بين قوسين قشعريرة. وأعطيك نسبة من عندي، 70% من مشاهدي المسلسل تابعوه علشانه، لأنه بكل مشهد بيمتعك بالإبداع. لوثبروك، هذا طلال صاحبي، الله عليك يا طلال، كفيت ووفيت صراحة، مع أني عارف أنك شبيح يعني للمسلسل، ولكن أنا أحترم رأيك لأني أثق فيه. تعليق الأخير يا أخوان بعد نقفل الموضوع ونشوف أراكم فيه. آخر تعليق يقول تحية لشخصك الكريم أستاذ وجيه. طبعا وجهة نظري عن فايكينج أنه مسلسل جميل جدا من ناحية السيناريو أو مسار القصة، تحسه ركيك نوعا ما، لكن من ناحية أحداث وقتال فعلا يخليك تستمتع بكل لحظة. ومن ناحية الشخصيات، بناء الشخصيات جبار بمعنى الكلمة. ما بقول مستحيل ما بتعجبك شخصية راغنر، لكن لازم أقولها مستحيل ما بتعجبك شخصية راغنر. تعجبني الثقة، مثل ما قلت لكم يا جماعة أنا تابعت أول موسمين تقريبا، الموسم الثاني لسه ما كملته، ولكن للأمانة شخصية راغنر شخصية جميلة وعظيمة وقيادية قوية، وبل إنه عنده مبادئ قد لا نتفق معها وقد نتفق معها. في لحظة ما بنشوفه شرير وفي لحظة ما بنشوفه طيب، يعني إيش يتخبط في مشاعرك كذا ما تعرف تحكم عليه بسهولة، وهذا هي ميزة القائد القوي، إنك ما تقدر تحكم عليه ولا تقدر تتنبأ بتصرفاته والأشياء اللي ناوي يسويها. عن نفسي أنا أشوف المسلسل جميل وقابل للمتابعة، ولكن أنا ليش ما تابعته؟ في ذيك الفترة كنت لسه مخلص من الجيم ثرونز والعصور القديمة والمسلسلات اللي تدور في خيول ورماح وسيوف، فأول ما خشيت على الفايكنج حسيت أني خشيت على نفس الرتم، فتابعت جزء منه وقلت خليه بعدين بكمله، وهذا اللي حاصل، ان شاء الله اني بكمله بعدين. وهذا كان رايي يعني بخصوص مسلسل فايكينج. باقي عليكم اكتبوا لنا رايكم انتم في المسلسل وايش برضو ايجابياته ومسلسلاته في التعليقات، واذا في اي نقاط حابين تناقشوها يناقشوها في التعليقات برضو على اساس نقرا ونستفيد من دون حرق يا جماعه ومن دون مضاربات. الله يخليكم. مسلسل 100 قامت فيه هوشه ومقابعه. على كل حال هذا كان فيديو اليوم، كان معكم الوجيه، يا امان الله.